السلام عليكم. اليوم راح نقص شعري متبرع فينا مرضى السرطان بعد سنتين ونص. تخيل لي سنتين ونص ما قصيته. كنت مسوي مقطع او كنت مسوي تحدي بيني وبينكم اللي شافوا عند ابو فلة. شوف انا حاط براسي اني اتبرع لمرضى السرطان بشعري، تمام؟ قبل العيد اذا وصلت 100,000 راح اتبرع شعري، راح احلق على الصفر واتبرع لمرضى السرطان. انه اذا وصلنا 100,000 مشترك قبل العيد او قبل نهاية السنة كنت راح اتبرع فينا لمرضى السرطان واحلقه كامل. فأنا ما وصلت الحمد لله على كل حال، بس أنا قررت أنه راح أتبرع فيه وناخذ أجر لي ولكم ونروح نشوف الناس ونحاول نسوي خير. يعني مو لازم نوصل، بإذن الله راح نوصلها إذا حطيت لايك واشتراك، يعني طبعا راح نوصلها. فسبب سنتين ونص من الذكريات، بالله شغل لي فلاش باك ومنتج. طيب بس اتوقع اني نسيت اقول لكم السبب ليش راح احلق شعري. راح نبدا سلسله جديده، راح نبدا اشياء جديده. وشباب دعواتكم لاهلنا بفلسطين، فباذن الله راح نبدا اشياء جديده، سلسله جديده، سلسله تبغى اعطيكم تلميح. او ما ادري يمكن المقطع يكون نازل اصلا. سافرت 1500 كيلو متر عشان شخص واحد او عشان فريق. الذكريات، انا ما ادري كيف راح احلق شباب، والله شعري هذا يعني اللي عنده شعر طويل راح يحس بالموضوع. ذكريات، اشياء، كيف من هنا لهنا، غير شكلي، غير كل شيء، غير اشياء كثير برع فيه، وهذا احلى شيء نروح نسوي فيه خير الحمد لله، يعني ما راح يروح الفاضي. ف اول شيء اتوقع لازم نسويه انه نروح عند الحلاق، فما ادري ايش قاعد اسوي، خلينا نروح. وصلنا المكان والحين حنروح عند الحلاق عشان نحلق. وشباب ما ادري ايش اقول بعد السنين هذه، انا للحين مو مستوعب شباب الحلاق يعني بعد دقائق دقائق واكون عنده وراح احلق وراح نتبرع فيه. هذا اهم شيء انه نتبرع فيه ونسوي الخير. فشكرا لكم كلكم، هذا بسببكم والله. ثم انتم ما كنتم تسوون هذه الاشياء، وان شاء الله يستفيدوا منه مرضى السرطان. وبسم الله خلينا نروح. وهنا طبعا قاعد اودع شعري اخر لحظات وقاعد اتحزن، واخوي مبسوط اني رايح احلق ما ادري ليش. قبل ما نودع شعري طبعا لازم ناخذ معاه لحظات حميمه واشياء حلوه، فوديناه عند تيك اواي عشان ناخذ معاه الذكريات وتذكروها معايا. فخلينا ندخل نوريكم ايش الميلك شيك. فيلا نجهز العصير اللي راح نشربه، لوتس وريد فيلفت. فخلينا نقول بسم الله. والله خرافي، هاي هي تجي تسوي من على كذا. شوف 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 اللون احمر، لونه احمر لانه ريد فيلفت. والله رهيب يا عيال. تقريبا عندهم اكثر من 100 نوع من الميلك شيك، فيمديك تروح وتجرب كل شيء وتفل امه. شباب هذا المشروب المجنون من رعد، رعد يعطيك العافيه. هذا توتي فوتي وسكيترز، خلينا نجربه. شباب حامض وحلو، والله رهيب. شكرا رعد مره. شباب اي احد يبغى شيء يروح عند رعد يقول جاي من طرف ريان وبس. خلصنا من شكوين، يعطيهم العافيه. سوونا معنا ذكريات عشان قبل الحلاقه. شكرا لهم وخلينا نروح نحلق. سلام. الحين جاء وقت الحلاقه، ف ما نحاوليكم كيف نحلق، نريكم بعدين. اخر لحظات قبل ما نحلق. مان هذا الشعر يا شباب. والحين وصلنا مركز السرطان زي ما تشوفوا، وهذا شعري طبعا لابس طاقية عشان ما تشوفوا ايش سوينا. راح تشوفوا باخر المقطع، فتابع المقطع للنهاية. انت تحط لايك واشتراك، فممنوع اصور جوا وما راح اصور الناس اللي عندهم هذا السرطان الله يشفيهم كلهم. فراح نروح نعطيهم شعري، وهذه صدقة لي لكم. وبسم الله خلينا نروح. طيب والحمد لله تبرعنا بالشعر زي ما تشوفوا، دخلنا جوا والله يزعلها بميزان حسناتي وحسناتكم. مره مبسوط، عارف انه وصلنا 100,000 مشترك، بس باذن الله راح نوصلها وهذا خير. وشباب اي احد يقدر يسوي هذا الاشياء، شيء بسيط والحمد لله. وخلينا اوريكم شعري.